بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لموضوع القطع الأرضية اللي موزعة على البرلمانيين، طبعا هذه قضيتهم ولا قصتهم قصة قديمة، لأن البرلمان احنا لما كنا فيه قبل عدة سنوات، قبل 6 سنوات والله ذاك، كانوا مقدمين يدوروا قطع أرضية، طالبين قطع أرضية مثل الأساتذة ومثل طبقات المجتمع اللي تدور قطاع ارضيه، وقط وافق على معطالهم القطاع الارضيه في اجتماع مجلس وزراء ماضي في السنه الماضيه قبل عده اشهر، قبل الحوار وقبل الظهر، ظهر لي على خير لا يتسلم لهم وتوهي غير هي ليش تنحت لهم، لكن هم قضيه اجراءات التسليم هي اللي سمعتوا انتم اخيرا، لان هي بعد قاعده تمتنح، اول شيء تمتنح ورا ذاك حد انها تسلم ورا ذاك لا اشراعات التسليم اخيرا، وقولان انهم 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 انها رشوه، هذا يعتبر اهانه للبرلمانيين من الشيء اللي صادر من عندها، يعتبر هانتهم وتطاول عليهم، وهذا ممثل الشعب وعندهم حصانه وهيئه دستوريه، ولا ينبغي ان ينالوا بوصف الرشوه او انهم مرتشين. ولذلك من وصف القضيه بهذا الوصف يعتبر أول شيء آذى البرلمانيين وأهانهم وتطاول عليهم، وهذا لا ينبغي.